يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه التخطئة لعبد الملك بن مروان رحمه الله حينما بنى القبة؟ لأنه لا دليل على ذلك، إن القبة يبنى عليها ويضع عليها ستائر، ما عليه دليل، وهذا تعظيم لها ولم يعظمها الله سبحانه وتعالى. يقال إن عبد الملك أراد بهذا منافسة ابن الزبير، لأن ابن الزبير بنى الكعبة فأراد هو أن يبني على الصخرة لأجل المنافسة، والله أعلم، لكن عفى الله عنه وغفر الله له. نعم.